شيفر سانتي. أهلا وسهلا بكم في شيفر سانتي. كل عادة قدموا لكم أهم الأرقام الرسمية في تونس. اليوم حبيت نحكي لكم على هروب 2700 ممرض إلى كندا وألمانيا وفرنسا في سنة 2021. هذا اللي كان صرح به السيد عثمان الجلولي كاتب عام الجامعة العامة للصحة بالاتحاد العام التونسي للشغل، ونحكي على الارتفاع الملحوظ في هجرة الإطارات شبه الطبية إلى الخارج، مؤكد في هذا الصدد أنه ما لا يقل عن 2700 إطار شبه طبي ممرضين خاصة هاجروا خلال موسم 2020-2021، مشيرا في هذا الصدد أن الأرقام يمكن تكون أكثر من هك. هذا ونذكركم أن أوروبا تستقطب العدد الأكبر من الكفاءات. هذا اللي كان كشف المسح الوطني للهجرة الدولي ببلادنا اللي تم الإعلان عن نتائج متاعه خلال شهر ديسمبر الفارط، أن عدد المهاجرين التونسيين الحاليين يقدر ب 566 ألف شخص، من بينهم 388 ألف من جنس الذكور. وبين المسح الوطني أنه ثلاثة أرباع التونسيين المهاجرين يقيمون في دول أوروبا من بينها ألمانيا وفرنسا وبنسبة أقل إيطاليا. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لي. Chiffre santé.